محافظة بني سويف عندنا بروتوكول تعاون ما بين شركة بيتا إيجيبت وجامعة الأورمان ومحافظة بني سويف لتطوير بروتوكول بيتكلم في 10 قرى بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليون جنيه. بدأنا السنة اللي فاتت، الحمد لله خلصنا القرية الأولانية وكان ليها احتفالية في شهر سبتمبر اللي فات، والسنة دي بنحتفل بالقرية الثانية وإن شاء الله مستمرين. احنا بنتعلم مع كل افتتاح قرية، بنتعلم حاجة جديدة وبنطور الأداء من قرية لقرية. أعتقد هو رجال أعمال في مصر محبين لبلدهم، وطنيين وعندهم غيرة، ومجرد ما بتظهر الفرصة بشكل هما يرتاحوا له ويطمنوا له هتلاقي التكرار التجربة في أماكن كتير. أنا مطمئن لكده يعني. الحقيقة أورمان من الجمعيات الفاعلة جداً في بني سويف، في عدد كبير جدا من الجمعيات الحقيقة شغالين في قطاعات كبيرة، في الإسكان، في الصحة، في المية، في الصرف الصحي. احنا في خلال سنتين في عندنا مساهمات مجتمعية في حدود 400 مليون جنيه، فده بيؤكد ان دور المجتمع والجمعيات شريك اساسي في التنمية في الفترة القادمة. احنا النهاردة في القرية بنعمل 37 بيت اعادة اعمار، بنعمل 24 حالة زواج، كل عروسة تاخد عشيق ب 10,000 جنيه، بنعمل 24 حالة كرد حسن او مشروعات متنوعة الصغر، بنعمل 15 حالة مية و 15 حالة كهرباء. البيت كان الاول كان صعب الوعد فيه، لكن دلوقتي ما شاء الله مع جمعيه الاورمان وشركه بيد الحمد لله بقت الحاله كويسه. والله البيت احنا كنا ساكنين في اوضتين وحمام ومطبخ، الصاله والاولاد كانوا محبوكين، البيت كان عريان، وكنا قاعدين الحيطان كانت مبنيه بس ما كانش فيهم حاره ولا في اي حاجه، الحشرات كانت بتخش علينا وكناش عارفين نقعد من التراب، قلبنا كان بيسد احنا والاسره من التراب، والحمد لله رضا كنا فين وبقينا فين.